كتير بتطلع تحذيرات وبتبقى مهمة جدا أو فيما يتعلق بالأدوية اللي بتباع عن طريق الإنترنت. أحيانا بتطلع التحذيرات من باب إنه دي مهربة، أحيانا بتبقى منتهية الصلاحية، أحيانا بتبقى غير معترف بيها في مصر. مثلا النهاردة محكمة جناح مستأنف أصدرت حكم قضائي نهائي اليوم بإغلاق تطبيق اسمه صحتك، تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية عبر الإنترنت، وده بعد أكيد بلاغات كتيرة اتقدمت سواء من النقابة العامة لصيادلة مصر للنيابة لإغلاق هذا التطبيق لمخالفته للقانون. هل الحكم ده النهاردة هتنتبه بعض المواقع الأخرى اللي بتبيع أدوية عبر الإنترنت، ولا لازم في كل موقع نشوف مين يقدر يرفع قضية زي ما بنقول وياخد حكم زي ده؟ خليني أرحب بدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. مساء الخير دكتور علي. مساء الخير دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. هل المسألة قد كده أصبحت مزعجة لفكرة بيع الأدوية عبر الإنترنت من خلال متابعتكم؟ هي طبعا احنا الحكم ده حكم يعتبر حكم تاريخي وحكم غير مسبوق. نعم. وفي نفس الوقت قصة غير مسبوق، يعني لم يحدث ان هو يطلع حاجة خاصة ببيع الحكم، محكمة بيمنع بيع الأدوية عبر الإنترنت. نعم. ده على حد علمي، يعني قد يكون فيه ولا أعلم، ولكن أنا كصيدلي منذ فترة النقابة بتحارب هذه الظاهرة لسبب رئيسي. زي ما حضرتك أشرتي أنه التعامل مع الإنترنت فهو شيء قد يؤدي إلى مشاكل وكوارث كبيرة. نعم. القانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 بتاع الصيدلة. نعم. نص صراحة أن بيع الأدوية في منشأة صيدلانية مرخصة، اللي هي صيدلية مرخصة عليها رقابة من الدولة وبيتم التفتيش عليها وتأكد من صلاحية المنتجات وظروف تخزين وظروف نقل والكلام ده كله، فهي مطابقة للمواصفات وتحت عين الدولة جوه هذه المنشأة. ما دون ذلك الفيسبوك أو الإنترنت أو كده، ده كلام عشوائي وكلام ليس له أي نوع من أنواع الضوابط، وبالتالي قد يكون هناك حاجات أدوية ناقصة مثلا، يعني في أدوية خاصة بالمناعة لحالات الكورونا بتباع حقن عن طريق الإنترنت. يعني حضرتك لما ودي مش موجودة في الصيدليات، تقصد مش موجودة في الصيدليات وبتتباع عن طريق الانترنت، طب جت منين وتعدت فين؟ نعم. وجت وبتاع، والناس طبعا ايه بتدور على اي حاجة فبتبدأ تجري وراها بتباع وهم، لان اللي بيبيعها بيبيعها وليس له معالم او اماكن معلومة بحيث انك ترجع لها قانونا تشتكي. طب لو انا اشتريت من تطبيق زي ده او من بيع زي ده على الانترنت دكتور علي، ولقيت انه الصلاحية شغالة ولقيت مكتوب شركة الادوية ايه ولقيت كل حاجة، برضو ما اشتريش؟ ليه؟ بص حضرتك، ما عليهاش رقابة. هو انت حضرتك لما خدت العلبة منه انت عارفة حضرتك جابها من الصيدلية ولا من مصنع ولا جابها من اي مصدر تاني؟ انت ما بتشوفيش، انت بيجيلك العلبة لحد المكان اللي انت فيه. ايوه. انما الفارق ان حضرتك بتتعاملي بروشتة مع صيدلي من جوه الصيدلية، تيجي لو حصلت مشكلة تروح جاية للصيدلية وتقدر ان انت تاخدي حقك من الصيدلية دي. يعني هنا حق الزبون زي ما بنقول او المريض ضايع. بالضبط. الحاجة الاهم هو ان هيئة الدواء مش هتسمح بنزول اي دواء في اي صيدلية الا بعد ما تتحلل ويتأكدوا انه مطابق للمواصفات، انما اللي جاي من ده هيئه الدواء ما تعرفوش، ما شافتوش، ما قالتلوش حلل او كده، هو الراجل جابها
ده بقى من انهي مكان؟ هل المكان ده مرخص غير معلوم؟ وبالتالي لابد من ان هو يكون الدواء يباع في اماكن معلومه حفاظا على صحته. طيب تمام، انا طبعا محترمه جدا الحكم، وانا ضد اي حاجه غير قانونيه او غير مراقبه، لكن خلينا اقول لحضرتك انه او خلينا اسالك بمعنى ادق، هل عمليه بيع الادويه عبر الانترنت ممنوعه على مستوى العالم؟ ده برضو سؤال مظبوط. على مستوى العالم لا، في بيع وتداول عبر الانترنت. ولكن بقى بره في منظومة متكاملة لتصنيع وتداول وبيع الأدوية. يعني أنا صنعت علبة في مصنع ما برقم باتشاية بكود معين محدد وطلعت من عندي لمخزن بيبيع عن طريق الانترنت، نعم، جت حصلت مشكلة من العلبة دي، فبيرجعوا للعلبة دي للباتش نمبر والرقم بتاعها وبيرجعوا بيها للمصنع اللي صنعها. تمام، وبيقدروا ان هم يتأكدوا ان فعلا من هذا المصنع والمشكلة ايه ويرجعوا على المصنع. انما انت عندك هنا ده مش موجود هنا، بدليل انه في محلات عاديه بره بتبيع الفيتامينات ويعني المكملات الغذائيه بره. لا، المكملات الغذائيه بره ليها طريقه بيعها مختلف عن مصر. يمكن مصر يمكن ايه واخدها شويه بيع الصيدليات، انما بره بتتباع. انما الدواء كدواء بقول لحضرتك ضوابط ونقل وبتاع مظبوطه بره، فبيبيع عن طريق الانترنت. نعم، وهو عارف ان المصدر ونفس المكان مرخص من البلد اللي هو بيبيع فيها انه يقدر يتعامل بالقسط. تقصد انه هنا شويه مفيش ضمير، شويه الحكايه يعني في ناس بتستغل القصه وثقافات، وبتستغل ان الناس بتبدا يعني في نقص دوت تلاقيهم يبداوا ينشروا بتاعة اللي هي مش موجوده، وتلاقي القصة ظاهرة في حاجات كده عجيبة بتحصل على الانترنت. ولكن على فكرة الدولة بتراقب، نعم، يعني في مباحث خاصة من الانترنت، نعم، في حماية المستهلك، نعم، بتراقب في، نعم، هيئة الدواء بتراقب، في أكثر يعني وارد ان احنا نلاقي حكم تاني بإغلاق تطبيق آخر غير هذا التطبيق تحديدا. بالظبط. تمام، واخد بال حضرتك؟ بس ايوه، بشكرك دكتور علي عوف. بشكرك، شكرا فندم، اهلا وسهلا.